أنا محمد سيوت، مدير الشركة التعاونية الهداة بالمهدية، بشرت فيها عام 93 وقت كانت وزارة الفلاحة تعطي إطارات فنية ومهندسين ومديرين للشركات التعاونية. الشركات التعاونية الهداة وبارافون كانت اسمها تعاضدية خدمات فلاحية الهداة، دونك انطلقت عام 1987 أكتوبر، بدينا لاغريمون اكتوبر 87، وكان اهم النشاط هو تجميع الحليب، خاطر قبل كانت عندنا الفلاح عندنا مشكل نتاع بيع الحليب وكمنتوج في جهه في معتمديه المهديه، ثم شويه حليب، معناها الناس ما قاش وين تبيعها. دو لا كرياسيون، دونك عملنا سنتر كولكت بالتعاون مع المندوبين نتاع الفلاحه وديوان تربيه الماشي اللي ركزونا مركز تجميع واحد في 87، وبدينا ننطلقوا بتجميع الحليب، دونك بدينا بال 150 200 300 متر، ولا شويه اللمضه مره للتضامن مره للسبيطار ولا نتاع المهدي، لان وقفنا ولات وصلنا ل 400 و500 متر يوميا، ولا نهزوا فيه مركزيه البان سيدي بوعلي. دونك التعاضدي بعد ما بدينا في تجميع الحليب ولا نوفروا في المستلزمات خاصه الاعلاف خاطر كي يقول حليب دونك يقابلوا اعلاف مركب ولا اعلاف خشن. دونك كمية الحليب قاعدة تتزايد، معناها في احنا وقت دخلنا للتجميع قاعدة تتزايد من اليوم لليوم، معناها الناس الفلاحة ولا تقبل دون لو طون، دونك الناس كل منخرطة في التعاضد دي انخرطوا. عندنا فواضل كل عام براتيكمون النتيجة نتاعنا إيجابية، لين وصلنا التوب في 16-17 وصلنا ل 50 ألف لتر يوميا، معناها في حدود 17 مليون لتر سنويا، 17 مليون لتر سنويا، معناها برقم معاملات في حدود 12 مليون دينار. دونك بدات تتطور الشركه، بدينا 134 منخرط وفي حدود 1500 منخرط. دونك كيقول تربيه الماشي، معناها يقول تجميع الحليب، يقول اعلاف، بعد الاعلاف عملنا معمل تابع للتعاضدية، قبلنا كنا نشريهم من برا، تو عندنا معملين يعمل في 20 طن يوميا، حوالي 7000 طن سنويا. كذلك زاد المستلزمات في الحي كيما تزوروا نقطة البيع هذه في الحكاية، ما الفلاح عندنا فلاح زاد عندهم مناطق سقوية، عندهم كلتور مارشال، عندهم الدويات، عندهم كل شيء، دونك جميع المستلزمات الفلاحية نوفرها. كذلك مستلزمات الباكورات البلاستيك، التل، كل السموس، الكل نوفروه من الفلاحه، حاصلوا كل ما يطلبه الفلاح احنا 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 نوفروا له، والكل راهو بالقلوش بالكريدي، الكل على كميه الحليب اللي يجيبها الفلاح. كيقول زاد تربيه الماشي، زاد عملنا تعاونيه نتاع فيها 5 اطباء بياترة، الاطباء البياترة الفلاح ما يقدرش يطلع طبيب بيطري وحده باش يداوي بقرته، عملنا في شكل تعاونيه في اوتو اسيرونس، معناها اون تيت اسيرونس، معناها نقطعوا 10 ملم على كل لتر الحليب، وجبنا خمسه اربعه وزدنا طبيب بيطري اخر، دونك يخرج لهم سور ان كوت فيل، يخرج الطبيب البيطري يداوي. الاوتو اسيرونس هذه حبيت نركز عليها خاطر وقت مشينا لشركات التامين طالبين علينا مبالغ خياليه وشهايد ودوسيات معناها سانيتير باش نشبت سكر، احنا عملنا الاوتو اسيرونس و سو مارش بيان معناها او سان دو نوتر كوبيراتيف. البيرسونال تو قلنا عنها تو في 1500 منخرط، عندنا 70 خدام واطار، عندنا اداره مركزه في المهديه، رقم معاملات نتاعنا في حدود 25 مليون دينار، 25 مليار من المليمات، انتيجنا ايجابيا كل عام. اون با ريكور بحق للكريديات، ديما عندنا لوتو فينونسمون، التمويل الذاتي، خاطر في لي كوبيراتيف ما نربحوش برشا، تنقراطاج دو سو، خدمه اكثر منها، معناها خدمه الفلاح اكثر منها معناها تجاره واكثر منها واحد، دونك اسعارنا مدروسه باش نجموا نشدوا الفلاح نتاعنا معنا. احنا من الاوائل اللي انا تعاملنا مع مركزيه البان المهديه في تالي، وهذا وين يكمل لا نوسيون دو فيليير، دونك فلاح سوندر دو كلاك اي لا سونترال تيار، سي لا سونترال مركزيه البان كي تير لا فيليير فير لو هو، هي اللي تنمى، هي الواحد، دونك نتعاملوا بصراحه معامله حسنه. وعندنا قلت لك منخرطين في 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 راس المال، وعندنا كرسي في مجلس الاداره بصراحه نتناقشوا في كل ما يهم الفليار، كل ما يهم تطور الشركه، كل ما يهم تطوير الخدمات في تخص الشركه التعاونيه الهدى. الفلاح احنا بالنسبه للمؤسسه الامكانيات الكل تعملها لصالح الفلاح، اللي هي احنا كما نقولوا الاعلاف،
هي الديباتر معناها لي بري معناها حتى مع البرة تاخذ بكلفة أقل. احنا وصلنا نجبنا دانيارمون جبنا 40 ألف بالة قرد اللي كان ما يتمتعش بها قبل وفيها ملحة من الدولة الفلاح ولا ياخذها معناها بأرخص الأثمان مش من القشاري معناها وكذا واحد. عندنا التلقيح الاصطناعي اللي هو في المجمع. التلقيح الاصطناعي هذا مشترك فيه سبع مؤسسات وقاعد يعمل في التشخيص على الحبل معناها في 28 يوم يعرف البقرة نتاعه عشرة ولا ما يقولش يضيع الوقت وكذا كذا. عندنا قلنا اللي حاطه بالفلاح عملنا الميكنة اللي عملنا زوز ماكينات تاع حصاد. الفلاح يجي يقيد في الإدارة وقتاش معناها مش يخدم الخدمة نتاعه وتمشي تخرج له الماكينة تحصد له الريكولت نتاعه. في الحرث كيف عندنا ثلاثة جرارات اللي قاعدين الفلاح معناها يخدم خدمته مطمئن معناها وبارخص الأثمان. توفير الأعلاف الخشنة المتمثلة في التبن والقرد ومادة القرد ونوفره على مادة معناتها سنة كاملة. في الصيف نعمله مخزون لدى المربي بقيمة 30 ألف بالة وعندنا مخزن يسعى 50 ألف بالة بين التبن والقرد وعلى طول السنة عندنا توفير الأعلاف الخشنة اللي هي تعدل في الأعلاف للأبقار الحلو. كذلك عندنا الخدمات البيطريه نوفروا البياطره باش يتلهوا بالقطيع. عندنا كذلك الخدمات في التلقيح الاصطناعي كل فلاح يعمل لنا ابيل بالتليفون نبعثوا له الملقح. كذلك عندنا صيانه الالات الحلب اللي هي تكون مجانا للفلاحه. عندنا تقني خاص بكل معناتها صيانه الالات الحلب مع توفير القطاع الغياء. حاجة أخرى عندنا زادة مغازة فيها كل المستلزمات الفلاحية بما فيها المكملات الغذائية للأبقار الحلو كل ما هو ليزاكسسوار تاع الفلاحة لدى الفلاح للبيوت مكيفة وغيرها. كذلك عندنا الآلات الحلب كل ما هو مستلزمات تسحق لها الفلاحة هي موجودة لدى التعاضدية.